الوصول إلى اللقب أو الوصول لما يبتغيه أي نادي ليس بالأمر الهين. هذه المرة أعود إليك سارة، والسؤال عن الزمالك، دائما له طريقته ودائما له رغبة التي يحققها على أرض الواقع. اليوم كيف سيبلي بلاء حسنا كما يتطلبه ذلك الجمهور، جمهور الزمالك، والله بناء على كل هذه طبعا السيرة له؟ والله هو يعني بالنسبة للماتش كفنيا، كارتيرون عارف كويس ان هو الترجي فريق قوي، فريق بيهاجم، كان في المحاضرات الاخيره بيركز مع اللعيبه على حته ان احنا ازاي نقفل مفاتيح اللعب على الترجي. هو كمان عامل حسابه على ضربات الجزاء، ان ركلات الترجيح، نعم، ان لو الماتش خلص بالتعادل ان هو يلجا لركلات الترجيح، علشان كده فضل ان هو يخلي محمود جنش اللي هو كان احد الاسباب الرئيسيه ان الزمالك يتوج ببطوله الاتحاد الافريقي امام نهضه بركان، ان هو كان جنش حارس المرمى لما تالق في صد ركلات الترجيح. النهارده فضل ان هو يكون موجود داخل قائمه المباراه ويكون متواجد على دكه البدلاء، رغم ان هو بقاله فتره كبيره جدا تقريبا من الصيف الماضي ما كانش بيشارك بسبب ان هو كان عنده اصابه في وتر اكيليس. يعني لو قدر ربنا ان هو يشارك النهارده هتكون اول مشاركه ليه بعد فتره طويله. نعم، عندما نتحدث عن اي مباراه لابد ان نعطي حق للاعبين ونعطي حق ايضا للمدربين. عموما كاس السوبر الافريقيه بالدوحه